يا 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 العيش حتى غير ملائكة ديالو ولكن تحية تحية كبيرة هو ده خويا لتحت ما عجبكش الحال تما هو لتحت جمع مع بنادم هنا اشنو تدير تما يا العفريت اجي عندنا هنا يا عيش معانا اللحظة خرج فينا اخويا ما تفرجش للعيب اللي حداك الزعيمة طيب هو الحياة يا صديقي اشهار ديال الضيوف الاول تيقول لك مرجان جوج دقايق لا كلشي قريب كتبغي تشري شي دار كلشي كيقربوا لك من المساحه الخضراء والحياه الوطنيه اي 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 قول له ها وكذا غا كتسكن اخويا كيبان لك هذاك الشيء الكاسو كيولي موف الشجره كتبان لك هازه جليله وكتقول صاحبتها ويلا نمشيو للبروجينا فوق ما كيخليوش داك الشيء على حقيقته جالسي ولد من الكوزو ودير الدار كبار كتجي تبان بحال الذكر ديال الكباينه دبانة مخرجة عينيها يا سيدي يا سيدي ياك بين عند شي وطيش العيبة ياك ما زادون شواشا ياك سير الله الله يزيدك بالخير قول امين امين انا وياك صافي مرحبا يدي ما لينا شي خوت دابا شناهو اليوم قول لي شناهو واش اليوم السبت ياك اليوم السبت قربنا رمضان رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربة انا باش كيسالي معايا رمضان هي شي فنانه العام كامل وكيغني ساكتي في الحانة دار كاتي في المول كيجي رمضان تيلبدها غادي مسافرين بغاو ياكلوا ما لقاوش الماكلة تلقاو مع واحد من طيبو هاري هو داك الكار كامل نضربو مع طيبو هاري اخطاق صوت طيبو هاري الكار كامل واحد طيبو هاري الشيفور كلشي واحد طيبو هاري صافي حد شويه الكار غادي في الطريق بدا تيضبط واحد شي واحد زيد ويشي اليوم الله يجازيك بخير هاد الكار فين غادي قال لي هاد الكار غادي للطواليت ما عرفناش حنا فين غادي تراك من داك فضيحة ماذا شيري ويلي غادي ترومبيا التراب ديال البطاطا لا بيشيش بيسكن زهواني يتخرخر يتنونس هادشي يشرب مراعاة ديالها كاملة كتبان بحال شي تيليفون مخدام ولا شي حاجة ميشربش يعطيك مصيبة حيوانات لا ما في الحياة غير تنسخن تندن تأذن ترا ميك ميك صافي فوالا كي جلسو تيدوزو لا سواغي زوينة ليلة السبت ايه خوتنا الفلاحة سخط الوالدين عرفتي داك اللي كتلقى لابس الصنداله ومخرج الجليد فهمتي والله كنت مخرج الجليد كيدا ما حدا عندنا الصباحي جمال فين هو نعيط الناس اللي جاب الو سيام سي صافا لا شي شي بما في ديك اللعيبه ديك الكسوه الكسوه النقطه ديال الكرساء يلا تهلا عاود عاود يطلع صاحبو الو وين توفيق شوف جيبنا كوكو باش تبقاو صاحيين نتوما علاش غتشربوا في الاخر كيتشدوا كاملين بارابور الاحياء الشعبيه فاش كنكدو السبت الصباح كان في الصباح كتجي كتلقى ماما كتسيق الدار كلها ما كتدخل الدار ديك الحوض تخرج من الدار الله يعيك شويه وماماك مره مره كتقول واش انا كاينه بوحدي في هاد الدار شي نهار نهز جلابيتي نخرج ما تعرفوني فين مشيت ديما كتقول عمرها مشات تشرب لها صباح معانا بفيك فيك بيك بيك كيدور عندنا هنا انا ضد ما مزياش تاع صوره العصر خليتيني ما فين نوضه ملي فين غنوضه هذاك المسمى شكون كياكلو خالق يعني بغيت نعرف سميتو الحسين ولا عمك شي واحد العائله كيدير السوارد انا كيتخشش الكار ديال هولندا كيلبس الكويب في ريحه الكويب عنده موستاج وفي خاله وجوز راك الشمس فهمتي فيك ما واسطو بلا فيلتر شانيمو كحبه عنده كحبه فهمتي كيجي للدار غالبا كتلقى سمسار تحيه للسماسريه الا كانوا معنا أتسمع الصوت يا جريح زين باش تكون زين واحد جوي يبقى واحد السيلونس ويقول لي انت باش تعرفناش علاش مريح معانا علاش مريح معانا تفش انا من الامنيات ديالي في حياتي اسمحوا لي هي مشيت انا نعيش بشي وطيل بحالي بحال الناس انا الريزيرف من جيبي ونعيش مع الناس فهمتي ولد الشعبي مشي يعيش مع الناس ديال الوطيل وشوف تاعنا بلا راه كيفاش دايرين طاحت في جيبي 1000 درهم 800
شكرا للجمهور ديال فاس. انا بغيت نقول لكم حاجه وحده، بغيت نقول لكم شجعوا هاد الدراري هادو اللي منظمين هاد الحفله هذا، بغيتكم تشجعوا بحال راه هادي البدايه. يعني كل يعني نحاولوا كل شهر ولا كل شهرين نزوركم ويكون جديد وتكون واحد الحياه اخرى ان شاء الله.